صدق الله العزيز الوهاب، صدق الله الكريم التواب، صدق رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من اتخذناه وكيلا، صدق من حسبنا به كفيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وصدق الرسول النبي الكريم الذي أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ونحن على ما قال ربنا ومولانا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين. اللهم تتابع فضلك، اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وصدق وعدك، وحق على أعدائك وعيدك. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمائك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله، وهديتنا لمعالم دينك. لك الحمد على ما يسرته من الصيام والقيام، لك الحمد على ما يسرته من تلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا القرآن، لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا، قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. يا حبيب التوابين، يا أمان الخائفين، يا رجاء المنقطعين، يا رجاء المنقطعين. إلهنا كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات، إلهنا كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات، وكيف يدعوك للحاجات من ينساك عند الشهوات. يا غافر السيئات، يا ولي الحسنات، يا دافع البليات، يا مفرج الكربات، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. إلهنا من نقصده وأنت وحدك المقصود،
ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الجود؟ ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود؟ ومن ذا الذي نسأله وأنت الرب المعبود؟ اللهم تقبل ختمتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل أوبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، ويسر أمورنا، وطهر قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين. اللهم ادخلنا بها الجنات، وارزقنا بها أعلى الدرجات، وكفر بها عنا السيئات، واغفر لنا يا مولانا الزلات. اللهم قد حضرنا ختم كتابك، وأنقنا مطايانا ببابك، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد سواك راحما ولم يجد سواك غافرا يا أرحم الراحمين، يا واسع الفضل، يا واسع المغفرة. اللهم اغفر لنا عند ختم القرآن، وتجاوز عنا ما حصل من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو قلة تدبر وخشوع، يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه الختمة ختمة مقبولة مباركة على من حضرها، وعلى من قرأها، وعلى من سمعها، وعلى من أمن على دعائها. يا واسع العطايا، يا واسع العطايا، إلهنا وسيدنا وخالقنا، هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سوانا كثير، من ختم القرآن سوانا كثير، من صام لك كثير، ومن قام لك سوانا كثير، وليس لنا سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إن اجتمعنا في مسجدنا هذا في ليلتنا هذه، فمنا الصالحون وأكثرنا المذنبون، نسألك سؤال من كثرت ذنوبه وقلت حيلته وضعفت قوته وتقطعت أسبابه. اللهم أتيناك مقبلين باكين أذلاء معترفين نادمين، نسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ولا تعجل لنا العقوبة بسوء أفعالنا وكثرة إساءاتنا ودوام تفريطنا وجهالاتنا وغفلاتنا وما اقترفته أيادينا في خلواتنا. اللهم ما سترته علينا بحلمك فلا تهتك، وما علمته من قبيح فعالنا فاغفر،
اللهم من كان في سابق علمك أن يعود عليه رمضان، اللهم فوفقه وثبِّته يا ذا الجلال والإكرام، ومن كان في سابق علمك ألا يعود إليه رمضان، اللهم فأحسن له الختام، اللهم فأحسن له الختام يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا هذا شهر رمضان قد أذن بالرحيل، وإنا على فراقه لمحزونون، وعلى تفريطنا فيه نادمون. نسألك اللهم أن نكون ممن قبلت صيامه وقيامه ووفقته لطاعتك فاستعد لما أمامه. اللهم اجعلنا ممن غفرت له زلاته وآثامه. اللهم لا تجعلنا ممن كان حظه فيما مضى من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب. اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان، اللهم اختم لنا الشهر بالعفو والغفران والصفح والرضوان، والصفح والرضوان والعتق من النيران، يا رحيم يا رحمن، يا من هو أرحم بعبده من الواردة بولدها. إلهنا قد علمنا أنا عن الدنيا راحلون، وللأحباب والأهل مفارقون، ويوم القيامة مبعوثون، وبأعمالنا مجزيون، وعلى تفريطنا نادمون. اللهم فوفقنا للاستدراك قبل الفوات، وللتوبة قبل الممات، وارزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير فاضح ولا مخزي يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إنك تتفضل على عبادك في الليالي الأخيرة من شهر رمضان، تتفضل عليهم بالعتق من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقربائنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بالدعاء وأوصينا ومن له حق علينا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنك تتفضل على عبادك في العشر بالمغفرة من بالمغفرة والرحمة، وتتفضل على عبادك في هذه الساعة المباركة بالنزول على ما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. تتنزل إلى السماء الدنيا فتقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعاءه؟
اللهم إنا نسألك فاعطنا، ونستغفرك فاغفر لنا، وندعوك فاستجب لنا، فاستجب لنا دعاءنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ما قصر عنه رأينا، وضعف عنه حلمنا، ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته يا أرحم الراحمين، فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا إليك ودليلنا إليك، وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا من القرآن ما نسينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم أسكننا به الظلل، اللهم أسبغ به علينا النعم، اللهم ادفع به عنا النقم. اللهم اجعلنا ممن يكون عند الجزاء به من الفائزين، اللهم اجعلنا ممن يكون عند الجزاء به من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم ارحم غربتنا في الدنيا، ومصرعنا عند الموت، ووحشتنا في قبورنا، ووقوفنا بين يديك. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب. اللهم يمن لنا كتابنا، ويسر علينا حسابنا، وثقل بالحسنات ميزاننا، وثبتنا عن الصراط حين نمر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين، واجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء. اللهم من أراد هذه البلاد وأهلها وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره. اللهم عليك بمن اعتدوا علينا فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بمن آذى كل مسلم ومسلمة، اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا، وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشرعك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم لا تذر لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته،
ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا دمرته وأخزيته يا رب العالمين. اللهم إن منا ذا الحاجة والفاقة، وأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتبيض بها وجوهنا. ربنا أفرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين. اللهم إن أردت فتنة بقومنا فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رحمن يا رحيم. اللهم اجز نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.